محمود قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. استاذ محمود انا عايزك تبص في الورق ده كويس وتقول لي دي امضتك ولا لا. ايوه استاذ دي امضتي ودي كمان. الورق ده يا ريس اللي مع حضراتكم نسخه منه هو قرار الموافقه بتاع لجنه المتابعه بتاع البنك على قرض السنهوري. قول لي يا استاذ محمود انت لما بتوافق مع اللجنه على القرض ده بيكون بتاشيره من مدير البنك مش كده؟ ايوه يا فندم برجع له بالورق وسعادته ليه القرار. وفي حاله السنهوري بقى ايه اللي حصل في قرار القرض بالظبط؟ هو سعادتك لما جالي الطلب انا عرفت انه جاي من فوق من الاداره. فوق يعني ايه؟ الدور العاشر مثلا؟ لا سعادتك انا عدم مؤاخذه ما اقصدش كده، انا اقصد فوق يعني من عند رئيس مجلس الاداره. عشان كده احنا اعتنينا بيه شويه مش اكتر. اعتنيتوا بيه يعني ايه؟ يعني تقصد انكم دققتوا شويه في الاوراق. ايوه يا فندم، راجعنا اصول الحجج والاراضي اللي معانا بتاع الضمانات. حلو قوي. يعني انت عملت شغلك خلصته وطلعت على مدير البنك بلغته بالموافقه، مظبوط؟ لا يا فندم مش بالظبط، تقريبا. تقريبا؟ تقريبا يعني ايه؟ يا ريس الموظف المحترم دوت جات له اوراق المفروض يطلع لمديره علشان يناقشها ويتوافق عليها. هنقول بقى مجازا انه طمع في استحسان، طمع في مكافأة، وكانت النتيجة ان امضته وقعت على قرار القرض. ايه ذنب السنهوري بقى في خطأ موظف مستهتر؟ يا ريس، يا ريس احنا امام قضية فساد مهني. انا بحتاج يا سيادة الريس. اتفضل. احنا مش قدام قضية فساد مهني، لا. احنا قدام قضية فساد نظام بحاله، نظام بأكمله. يا ريس، يا ريس أرجوك. يا ريت الاستاذ طارق بقى يسيبه من الشعارات ديت ويسيبني انا كمان اشوف شغلي. يا استاذ طارق من فضلك لو عندك اعتراض محدد قوله وخليك في موضوع القضيه. بعد اذنك يا سياده الريس، بعد اذنك. الاستاذ عبد الرحيم استاذي، انا اشتغلت في مكتبه وتعلمت كتير. اتعلمت منه اني ما اسكتش على حق مظلوم ولا غلبان. غلبان زي عم محمود كده، عم محمود الغلبان اللي وقع في وسط عتاوله ما يرحموش، ما عندهمش لا ضمير ولا رحمه، ما يعرفوش غير الفلوس وبس. والله انا غلطان يا استاذي. لا انا غلطان، انا علمتك الغلبان. من فضلك يا استاذ طارق خش في موضوع الدعوه. حاضر يا سياده الرئيس. سياده الرئيس، لو فعلا محمود هو اللي مضى على تقرير المتابعه وهو اللي سهل عمليه القرض، طيب مش عيله السنهوره دي قبل ما يسافروا مش كانوا هيبلغوه؟ مش كده برضه ولا ايه؟ وبعدين زي ما سيادتك شايف ادي الجورنال اسمه مش موجود في ولا صفحه، ولا صفحه من القضيه. اسمه ما اتقالش بس الا لما عيله السنهوري سافروا لندن. اطمنوا على روحهم واطمنوا على فلوسهم اللي هي في الاصل فلوسنا. يا استاذ طارق الراجل امضته موجوده على قرار القرض، ما حدش كان ضربه على ايده. امضته. استاذي دي امضة قهر. عارف يعني ايه قهر؟ امر تفرضه طبائع الامور في التدرج الوظيفي. التدرج الوظيفي يا سياده الرئيس اللي احنا بصدده دلوقتي. يعني بالبلدي كده لو رئيس البنك قال للاستاذ محمود امضي على الورق ده مش هيمضي؟ معقوله مش هيمضي؟ وبعدين سؤال اخر يا سياده الرئيس، لو الموظف الحكومي اتصل بيه رئيس الحكومه وقال له في ورق جاي لك وانا عايزك تمضيه مش هيمضيه؟ وحتى لو رئيس الحكومة قال له الورق ده في مصلحة البلد امضي مش هيمضي؟ أنا عايز أعرف مين فينا في البلد دي هيفكر قبل ما يمضي؟ مين يا سيادة الرئيس؟ مين يا أستاذي؟ ولا حد. شكرا سيادة الرئيس، أنا ما عنديش أي أسئلة تانية. بص عليك يا استاذ مالكش حق، مش كنت سبتنا نتصور؟ تصور ايه وزفت ايه؟ لما ناخد البراءه الاول. طب ده انت بعد الكلمتين الحلوين اللي قلتهم جوه دول هم لازم يدوا شعب مصر كله براءه. اقعدي انت انفخي فيا كده لغايه ما اتجنن. انفخ فيك ايه بس يا استاذ؟ طب والنعمه شريف انت احسن محامي في مصر، على الاقل بتقول الحق. كويس ان لسه في حد في البلد دي بيحس. يا متر ما تخافيش يا مدموزيه، ده ابني. ونعمه القبابه. هدي عليا سبعه في المكتب، عايز اشرب معاك شاي. لو بالياسمين يا استاذ يبقى بلاش احسن. يا واد ما تبقاش مدب كده، هنشرب شاي. فاتلة يا سيدي. فاكر العنوان ولا نسيته؟ فاكر يا استاذ. ما تتأخرش يا متر. سلام يا عموره.
هو الراجل ده بيقول امور على مين؟ هو ما بيشوفش ولا ايه؟ انت مش شايف عامل ازاي؟ ده عامل زي الجوكر. جوكر؟ جوكر ايه ده؟ لما تقوليش انك ما تعرفش الجوكر، من الجوكر اللي مطلع عين باتمان. باتمان؟ انت بتجيبي الكلام ده منين؟ ام بي سي 2. ام بي سي ايه؟ 2 2 2. طب يلا يا 2، يلا يلا. شكرا. السلام عليكم. صدق الله العظيم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. شد مزويل يا باشا. خير ان شاء الله. يا رب يا رب. عملت ايه في موضوع حسام المصري؟ الولد هارب من الكامب اول امبارح والبوليس كبس ولقوا كوكايين في عشة احمد قاسم. يبقى نزل على مصر. يروح فين يعني؟ هنجيبه. بقول لك ايه يا عبد الرحيم، هو انا ممكن رجلي تيجي في القضيه دي؟ ازاي بس يا باشا، هتقل العقود كلها معانا، والورق اللي مع الولد اللي اسمه حسام دوت ما فيهوش اسمك اساسا. يبقى انا زي ما توقعت، احمد قاسم وحسام المصري كانوا بيدوروا كامب ويبيعوا فيه مخدرات من ورا ظهرنا. اسمع عبد الرحيم، انا عايزك تعثر على حسام المصري ده قبل البوليس ما يقبض عليه واسم فرح يجي في القضيه. وده بقى اللي انا عايز اكلم حضرتك فيه دلوقتي. فرح قعد محليه ودمها والكوكايين ثابت جواه، بقت متهمه معاهم في القضيه. يعني ايه؟ بنتي هتتاذي بشويه عيال صيع زي دول؟ كلم وزير الداخليه، كلم رئيس الوزراء، كلم اللي تكلمه، انا بنتي محدش يهاون ناحيتها. اهدى بس يا محمود، مش كده. انا بعمل اللي اقدر عليه. المشكله ان احنا في مصر. احنا في مصر؟ السر فيها ما بيستخباش، ربنا يستر بقى على الجرايد والصحافه. انما من ناحيه التحقيق ما تقلقش، انا بحلها. انت بتخوفني يا عبد الرحيم بالصحافه والفضايح بتاعتها؟ انا ما بخوفكش، انا بحب اقول لك يعني علشان تبقى معايا في الصوره. هسيبك دلوقتي تستريح، مش عايزك تشغل بالك بحاجه خالص، انا بتصرف. سلام. بدات اقلق منك. ايوه يا شيرين، دخليه حالا. اتفضل تعالى اقعد حبيبي. في حاجه شويه؟ ممكن ناخد انت بس. اوكي ميرسي. ايه بتشبه ولا ايه؟ لا يا استاذ، المكان زي ما هو. كل شهرين ثلاثه بنبيض وننجد، انما الحال بيبقى على ما هو عليه. تعالى تعالى استريح. ربنا يزيدك من حلاله يا استاذ. امين يا رب العالمين. انت عارف اللي بيعجبني فيك؟ ان احنا بنفكر زي بعض. انا فهمتك في المحكمه. لا واروح بعيد ليه؟ ما انت دلوقتي بقى عندك سكرتيره زي اللي عندي. زي اللي عندك ايه يا استاذ؟ زي اللي عندك ايه؟ ده انا عندي هناك طلوشه، ربنا يعيننا. انا في ماساه يا استاذ، والله في ماساه كبيره. لا ما هو ده فرق السن والخبره بقى طروق. انت عايز كل حاجه كده مره واحده؟ لا يا مسهل. طب واللي يسهل؟ اللي يسهل. يا سلام. اللي سهل يا استاذ اسمع له. انت عارف يا طارق، انا لما بقول عليك انك زي ابني ما بجاملكش. لا انت اول يوم جيت في الكليه وانت كل يوم بتثبت لي ان نظريتي فيك صح. لا يا استاذ مش عارف اقول لك ايه والله، انا عاجز عن الكلام. ومهما اختلفنا او اتخانقنا ولا تشغل بالك، بس لازم تعرف حاجه يا طارق، انا ليا فضل عليك. طبعا يا استاذ انت بتقول ايه؟ طبعا طبعا. اسمع يا طارق، من غير لف ولا دوران كده، انا عايزك ترجع المكتب تاني. مكتب ايه؟ ازاي يعني؟ زي الناس، تختار اي مكتب وتقعد عليه. ان شاء الله تقعد على مكتبي. مكتب اللي ارجعه يا استاذ؟ انت بتفكر بطريقه وانا بفكر بطريقه ثانيه خالص. طريقه ايه وطريقه ثانيه ايه وبتاع ايه والكلام الفاضي ده؟ انت فاكر يعني انك لما تحبس الناس الاغنياء دول البلد هتتعدل؟ ابدا. افهم يا طارق، الناس دول هم اللي ماشيين البلد. بلد؟ انهي بلد؟ انهي بلد يا استاذ؟ بلد ايه؟ بعدين الكلام ده انا سمعته منك كتير وعلى حسه خرجت لك بدل الحرامي 100 من السجن. بلاش ترجعنا، بلاش ترجعنا لورا. خلاص سيبك بقى من الشغلانه وسيبك من الوجاهه وخلينا في الشاي يا ابو ياسمين. ايوه
هنتكلم في شاب وياسمين. تاخد كام يا طارق؟ تخلع من قضية السنبوري دي خالص. مليون جنيه. مليون ايه؟ مليون جنيه. مليون جنيه يا طارق. ليه؟ ليه؟ حق محمود، حق محمود اللي ما سرقش اصلا. ودي اسمة العدل، اديله مليون جنيه، ما انت على قلبك كتير، اديله. اخلع يا طارق. اخلع منها مش هينوبك حاجة. وعلى فكرة بقى السنهوري وبنته وجوزها محدش هيمس شعرة منه ومحدش هيلبسها غير محمود بتاعك، ده غير ان انت مش هتلاقي حد يشغلك شغلانة. بقولك ايه، لو خرجتهم برا انا اول واحد هسقف لك، وهسقف لك بالجامد قوي، بالجامد قوي، بس بالقانون. ها بالقانون، بأي حاجة تانية هتلاقيني وراك، أي قضية هتنزل هتلاقيني وراك لغاية ما ادفع تمن القضية. بلاش، ده آخر كلام عندك يا طارق. لا في كلام تاني، بس هتسمعه في القاعة، تسمعه كويس. ها؟ في القاعة. اسمع طارق، خد نصيحة من واحد قد والدك. قول يا ابويا، قول قول. اه، عايز تعلى يا طارق، تعلى بعيد عني احسن، وديني اغفر امك. النبي سلم نفسه؟ ايوه، امبارح بالليل الضابط شريف بيحقق معاه دلوقتي، وكلها كام ساعة يرحلوه على النيابة في البحر الأحمر. عبد الرحيم، بقول لك إيه، هو ممكن يقول علينا؟ ما تقاليش، حسام المصري مش حمار، وأنت عارفه كويس. ودي فيها حمار وبغلي يا عبد الرحيم، ما أكيد هيدعبسه وراه، هيقر ويقول. من معرفتي بحسام مش ممكن يبيعنا إلا لو في ثمن. يا ابن اللئيم يا حسام، حبس نفسه عند المباحث عشان يساومني، خايف لأذيه. عايز الموضوع يفضل في الدرع. وكل حال دي كلها افتراضات، هو لغاية دلوقتي ما نطقش. بقولك ايه، انا عايزك تقف معاه، تقف جنبه بأي طريقة، سافر معاه النيابة، قول له ان انا بعتك معاه، انا هوقفك معاه في القضية. بس بقى عايزك تقول له ان لو جاب سيرة فرح بأي كلمة في موضوع المخدرات مش هرحمه، لا هو ولا اللي يتشدد له مهما كان. اهدى يا محمود، الله، مش عايزين يا راجل نقول كلام نندم عليه في الاخر ويودينا في داهية. هو فيه مصايب انيل من اللي احنا فيها؟ الضابط اللي احنا اللي اسمه شريف ده عمال عرفني انا وفرح، سالني عن حسام، قلت له معرفوش. لو حسام بقى نطق باسمي هقول له ايه؟ يا راجل انت راجل يا فخك، ما هواش دفتر، قابلته ونسيته يا سيدي، ما حصلش حاجه. ولو على الارض حسام ما معهوش اي ورق يثبت اننا وراه. اهدى. طب انت تفتكر ان حسام واحمد قاسم طابخين حاجه من ورانا؟ هيبان. الو، اول صباح الخير يا باشا. والله العظيم انا اسف على صحيانك بدري، ده على عيني والله، بس حبيت اطمنك. ايوه، محمود الطرابيلي كان عندي دلوقتي وخلصت معاك كل حاجه. لا، وفي خبر كويس كمان، الواد حسام سلم نفسه. محمود الطرابيلي كان عندي. قلقان؟ طبعا قلقان. لا لا، هيموت. لا، أنا مسافر دلوقتي البحر الأحمر على النيابة. أوكي، أول ما أوصل هطمنك. مع السلامة. مع السلامة.
اتفضل استريح. قول لي يا استاذ حسام، جبت فلوس الارض منين؟ سعادتك انا كنت شريك مع خالد نشأة نصر الدين وكريم جورج اسحاق واحمد صلاح قاسم في كذا مشروع. منهم قهوه في المهندسين. بعد كده بعنا القهوه وخدت نصيبي. واشتريتوا الارض من مين؟ الاستاذ حسام جالي المكتب بفكره المشروع، وانا يا فندم اللي عملت دراسه جدوى وقدمتها للوزاره على اساس نختار المكان المناسب للمشروع. يا سياده المستشار، الارض دي لا هي ملك الحكومه ولا الوزاره. الارض دي انا معايا عقد بيعها وحق انتفاعها للسيد محمود حسن الترابيلي. اتفضل. واظن حضرتك عارف كويس قوي مين هو محمود الترابيلي. احنا اخذنا الارض من السيد محمود على اساس نعمل فيها المشروع. ايه المانع في كده؟ مفيش ما يمنع، غير انه الانسه فرح محمود الترابيلي كانت راكبه ورا الاستاذ احمد قاسم، وبموجب الكشف عن صحتها وتحليل دمها ثبت انه يحتوي على نسبه من مخدر الكوكايين اللي متهم فيه الاستاذ احمد قاسم بالاتجار. ده ملوش علاقه بالارض اظن. لغايه دلوقتي ملوش، انما الصدفه تستدعي التفكير فيها. ولا ايه يا استاذ حسام؟ يخلى سبيل المتهم بضمان محل اقامته. العنوان اللي على البطاقه ده في اسكندريه. امال انت قاعد عند مين في مصر يا حسام؟ انا قاعد عند ام سعادتك هناء عبد الفتاح السيد، 7 شارع النخيل في العجوزه. بضمان محل الاقامه المذكور. اتفضل يا استاذ حسام. شكرا يا باشا. لا مؤاخذه عني، انا كان عندي استفسار صغير. انا ينفع ارجع الكامب؟ الكامب مقفول ومتشمع، عاوز منه ايه؟ لا ابدا، بس لو وحشني مش اكتر. بس انا فضلت سنين سعادتك ادور على مكان يلمني انا وامي واصحابي ويبقى بيتي. والكامب ده دلوقتي بيتي يا فندم. عشان كده عمري ما افكر اسيبه بالسهل ابدا. مش وقت يا استاذ حسام الكلام ده، مش وقت. مع الاسف يا استاذ حسام، الظاهر ان احمد قاسم والاصحاب اللي انت بتتكلم عنهم ما طلعوش اصحاب زي ما انت فاكر. ايه رايك بقى؟ اديني جبتك الكامب. كتر خيرك يا استاذ، طول عمرك جمايلك مغرقانا. مالك؟ سرحان في ايه؟ الكامب. النيابه عرفت دلوقتي ان الارض باسم محمود طرابيلي، انا هعمل ايه؟ ابويا، ما النيابه لازم تعرف. وبعدين انت مش في بينك وبين محمود الطرابيلي عقد؟ عقد؟ جرى يا استاذ، ما انت عارف ان فيها، وعارف ان العقد ده ملوش اي 30 لازمه. حسام افهم، محمود بيه دلوقتي ما يهموش لا عقد ولا ارض ولا اي حاجه. كل اللي يهمه ان فرح بنته ما تجيش رجليها في القضيه. بقول لك يا استاذ، دلوقتي انا لازم اقابل محمود الترابيلي. قابله؟ ليه؟ لازم اقابله، في حاجات بيني وبينه لازم تخلص. ما تقول لي عليها. ما ينفعش يا استاذ، دي اسرار بيني وبينه انا هو بس. بس دخلتك عليه دلوقتي مش في مصلحه فرح. سعادتك دلوقتي على ذمه قضيه ومش عايزين البت تتلط. انا عارف كل اللي انت بتقوله ده، كل محاضراتك في دماغي لسه ما نسيتهاش، بس انت لازم تساعدني عشان انت الوحيد اللي تقدر تساعدني. ماشي يا حسام، انا هتصرف في الموضوع دوت، بس عايزك دلوقتي تقفل بقك خالص لغايه ما النائب العام ياخد قرار في موضوع القضيه، وبعدين نبقى نتصرف. حاضر حاضر، انا هقفل بقي وهعمل كل اللي انت عايزه، بس اتصرف لان انت تعرف تتصرف. حاضر يا حسام. ما هتصرف، انا هعمل واجب. انا والله مش فاهم خالد نشأة نصر الدين يعمل معاك شركه ازاي؟ ده غير ازاي دخلت في موضوع القهوه ده من اصله؟ خالد ملوش علاقه بالموضوع، والفكره اصلا فكره قاسم وبس. احمد قاسم؟ ايوه احمد قاسم. احنا دخلنا كذا مشروع قبل كده وفشلنا، ولما فتحنا القهوه ربنا كرمنا. طب والفلوس؟ ما دفعناش ولا مليم. ازاي يا حسام؟ يلا نلعب مره ثانيه. يلا. ايه ده؟ هتلاقيه من النسوان. خد يا كيمو، راح فين؟ انا اللي هفتح الوداد. الوداد بقت صاحبتك خلاص، افتح يا عم. غرجتك البلد. بقول لك ايه، خلوه عايزك في مصلحه. يا عم انت مش قلت هتفتح الوداد؟ وداد خلاص. معلش، ما هو طارق نفسه يفتح الوداد، افتح انت الوداد. ايوه صح، انا حاجز اول واحد، انا قايل لك حاجز اول واحد. راشد انت في مصلحه.
عايزك في مشروع. ما تيجي نفتح قهوة. قهوة؟ على أساس إيه؟ على أساس إيه؟ على أساس إن إحنا قاعدين كلنا كده زي خيبتها لا بنروح ولا بنيجي، وكل واحد بيحاول يقلب رزقه في حتة ومش لاقي، نلاقي سوا. يا عم طارق. ايه ده هو في كده؟ وانت يا عم بتفكر في ايه؟ هو كده خالد نشأت اول من بدع البدع في مصر هيعمل قهوه بلدي بس الناس الحلوه. انت عارف هتشتغل ازاي؟ هتشتغل ولا الشبكه اللي بتجمعنا كلنا. انا عجباني فكره ان احنا نعمل مشروع. اتفضل اهو كريم سخن اهو كمان. يسخن مع نفسه يا عم، لو معاه فلوس يتكلم براحته. فلوس ايه يا ابو فلوس؟ ده انا غرقك فلوس. بقول لك ايه، مشروع انا وانت مع بعض اوكي، لكن ده يخش معانا انا مش عايزه. استنى بس، مين قال فلوس بس؟ يا عم انا مش عايز، خلاص تعالى اعمل قهوه ولا شاي يا عم. يلا يا عم يلا. لا قاعده هتطول. يا جدع مين قال لك ان انت هتدفع فلوس ولا هو يدفع فلوس؟ احنا نعمل الليله دي كلها كده من اولها لاخرها بفلوس ناس ثانيه ما نعرفش اساميهم اساسا. ازاي؟ قلت لي ازاي؟ انت مش عندك حفله محمد علي الشهر اللي جاي؟ عندي. حلو قوي. الحفلة دي هتبقى اورينتال شعبي مصري اصلي اللي تسميه. المهم الجو بتاعها هيبقى كالتالي. المزيكا كلها شعبي. ازاي الرسم للحفلة؟ الجلابية، بوفاتك، شيشتك، كركديك، حمص شامك، كله على الجو ده. حلو اللي بيتقال ده. قشطة. ولو حصل هتعمل ايه يعني؟ اقول لك برضه هعمل ايه. في وسط الدوشة دي كلها هتعمل لي لمبة صغيرة بس شيك، هتكتب عليها قهوة مصر. لما الناس تسألك هتقول لهم القهوة دي بتاعتي وهتفتح وهي الراعي الرسمي للحفلة. لما الاسم يبيع ويبدا يسمع والناس تاخد وتدي في الكلام هتلاقي كل الناس اللي بتتعامل معاك من اول الكول لحد المناديل بيسالوك من اين لك هذه القهوه. هتنططط لهم على الترابيزه وتشعبط لهم على الحيطان وتتشقلب على الارض وتعمل شويتين بتوعك وتقول لهم ده مشروع السنين وان انت يا دوب عرفت تخش بنسبه صغيره. مش بس كده، هتروح لهم برسومات هيعملها لنا الاخ كريم، شويه ديزاينات على ديكورات على شويه صور من على النت، وهتقول لهم الحقوا حطوا فلوسكم في المشروع التاريخي ده قبل ما الفرصه تفوت. لما يدونا الموافقه هندفع الايجار ونبتدي المشروع. يا ابن الياسين طول علينا الصبر. ده انت شيخ منصر يا جدع. صحيح. شفت الموضوع سهل ازاي؟ شك الدبوس. حلو. ياه الواد احمد قاسم ده طلع عفريت. اسره. يعني القهوه بتاعت العجوزه كانت بتاعتكم انتوا الخمسه. في الاول كنا كلنا فيها. طارق كان عمل لنا عقد شراكه. وخالد الجانب بعد كده كان عايز يكبر المشروع. عايز يفتح فرع في مارينا وفرع في سقاره وفرع في كل حته. وبعدين؟ بعدين حظنا كان زي الزفت. البيه عمل حادثه، موت ناس، واتعمل له قضايا كبيره وهرب. طب والقهوه؟ اتفضت علينا واتباعت. ازاي يا حسام؟ لان البيه كان كاتب نصيبه باسم مراته ليلى. بعديها بعت على طول برخص التراب. مع ان القهوه في الوقت ده كانت تجيب فلوس كتير قوي. خدت انا نصيبي. واحمد قاسم ادى الفلوس لابوه عشان القضيه. القضيه اللي خسرها. طبعا انت عارف خسرها ازاي. أظني واضح دلوقتي مين قص المصايب. مين اللي هد بيت أحمد قاسم؟ مين اللي باع طارق عشان يساومها لغاية ما باعوا الورام اللي قدامه وخسروا كل اللي محلوك. واللي ضحكك بقى إن أنا واقف بتكلم معاك عادي. مع إن الصح هو مكسر دنيتك. يا حسام؟ أنت عايز تفهمني إنك ملاك؟ لا يا أستاذ العفو. أنا مش ملاك. بس شيطاني عنده ضمير. ضمير؟ طيب شيطاني أهبل باين عليه. يعني احمد قاسم كان ماشي مع فرح علشان يرد لابوها اللي انا عملته فيه، مش كده؟ والله انا ما قلتش كده. هو في معنى تاني غير كده يا حسام؟ ولا انت رايك ايه؟ والله رايي ان احمد قاسم دخل الموضوع ده من اساسه عشان يعوض الفلوس اللي ابوه خسرها ويرجع البيت اللي اتخرب. وبعد حفله راس السنه بكام شهر نزل مصر عشان يجيب ابوه يتفرج على الكاميرا، وبعديها رجع متغير قوي. طب بتهبب ايه لوحدك؟ على رايك احنا بنهبب ايه؟ ايه اللي جابنا هنا اساسا؟ اكل العيش. اكل عيش اكس، نسيت ولا ايه؟ تعرف يا حس انا حاسس ان الدنيا خلاص بتخلص. معلش يعني ايه بتخلص؟ تخلص تروح فين؟ مش عارف بس كفايه عليا قوي كده. أبويا بعد كل اللي عملته علشانه وعشان يرجع البيت قال عليا مجنون.
انا مجنون. 7 سنين وانا برحت في الصخر، بشق في سكه لوحدي عكس كل الناس، ببيع في روحي عشان البيت يفضل مفتوح واخويا يكمل تعليمه، وفي الاخر اطلع مجنون. انا احمد قاسم المجنون. انا مجنون يا حس، انا مجنون. بصلي يا ابني انا مجنون. اهدى اهدى. في ايه؟ مالك؟ الناس كلها بتحبك. انا مفيش حد بيحبني. ما تقولش الناس كلها بتحبك. انا محدش بيحبني، كله بيدور على مصلحته. من هنا ورايح انا بحب نفسي وبس. انا مجنون وبحب نفسي وبس. والله يا ريس. ما قلتش ايه اللي حصل بينه وبينه؟ لا ما قالش، بس هو كان غريب، شويه يظهر وشويه يختفي. بعدها بصراحه ما اتكلمتش معاه كتير. احسن برضه، انا مش عايزك تتكلم زي ما احنا اتفقنا. الحمد لله بالسلامه. ايه وديك فين؟ عند هناء؟ ها؟ على العجوزه يا ابني علشان نوصل حسام بيه. وسط البلد يا ابني. رايح فين؟ ما تشغلش دماغك يا ريس. انت بتشوف طارق؟ لا ما بشوفوش، ما اعرفش حاجه عنه خالص. هو وحشك ولا ايه؟ لا ابدا، اصل سمعت انه راح معاك الاسم. وايه المشكله يعني؟ صاحبي وصاحب احمد اسم، طبيعي ان هو يبقى موجود معاك. ما راحش معاك النيابه ليه؟ يجي معايا النيابه، وانت شغال محاسب يا ريس. انا عارف ان انا معاك. اه يا ريس عارف. ريح دماغك شويه، ولا انت خايف منه؟ خايف من مين يلا؟ تهبل؟ اه. اخ يعني. دي مصيبة يا عبد الرحيم، مصيبة. ازاي تسيبه ويقول الكلام ده قدام النيابة؟ وانا لحقت يا محمود يا اخويا، وكل النيابة اللي طلعوا له الورق على طول. وبعدين انا مش عايزك تقلق، اقعد بس. لا مش قاعد. اقعد بس يا محمود، اهدى، انا هطمنك. اقعد. العقود كلها سوري، لو زنقت معانا ممكن نقول امضى مزورة، وحسام بقى يروح ورا الشمس. الفكرة من الاساس يا عبد الرحيم ان محدش يعرف، مش اننا لسه هندور من الاول. اهي جت كده بقى، نصيبنا. نصيبنا؟ لا يا عبد الرحيم، لا، ده مش نصيبنا، ده حد قصدنا. تقصد مين؟ انا فاهم وانت فاهم. الارض بتاعت البحر الاحمر مش هاين عليه يشوفها في جيوبنا. عرف ان الولاد بتدور مخدرات، بلغ عنهم وكشفهم. لو اتكشفوا هنروح احنا في الرجلين. والله الكلام ده لو كان صحيح مش هيبان دلوقتي. بقول لك ايه؟ دلوقتي حسام عايز يقابلك. عايز يقابلني؟ عايز يقابلني بأي عين ان شاء الله، ده انا لو شفته هقتله. الله، اهدى يا محمود، مش كده؟ مش يمكن عايز يقابلك في حاجة مهمة؟ حاجة مهمة يا عبد الرحيم، حاجة مهمة. ده عايز يبتزني. أنا متأكد إن الولد ده هو اللي ورا الموضوع ده كله. هو اللي بلغ عن صاحبه وكشفه. يا راجل، معقول هيدخل نفسه في قضية زي دي؟ ما هو عارف انه طالع طالع، واحنا لازم هنخرجه من النيابة. اسمع يا عبد الرحيم، الولد ده لازم نخلص منه. النيابة عايزة تسمع شهادتك. ما تقلقش قوي كده، قدامنا وقت. المجلس لسه هيدرس الطلب. بس انا بقول لك من اولها يا محمود، دي ما فيهاش حصانة. عارف يا عبد الرحيم، انا عرفت عشان الزفت ده عايز يقابلني ليه. الولد اللي ببطن فرح مش ابن احمد قاسم. ايه؟ احنا لازم نخلص من الولد ده النهارده قبل بكره.
انا مش هيبقى لي عيل من حسام الزفت ده ابدا. مش بدري يا محمود على قرار زي ده؟ يا عبد الرحيم انا اللي بقول لك نفذ اللي بقول لك عليه. انت حر. ها خير يا انا؟ الحمد لله المرحله الاولى عدت بنجاح، لسه بس شويه هناخد شويه وقت لحد ما المخ يشتغل بشكل طبيعي. اه المشكله عندي ان الجنين في وضعه ده مأثر على ضغط الدم. اسمع يا عمر، اللي هقولك ده انا متحمل مسؤوليه القرار ده. لو حياه فرح قصاد حياه الجنين، حياه فرح اهم. يا اخي انت صاحبي المفروض تحس بالزفت اللي انا فيه. بس من فضلك ما تسرعش في قرارك، ممكن تندم بعد كده. وبعدين يا اخي لو فرح واعي اللي بيحصل مجاز كانت اختارت الطفل. اسمع يا عمر، ابو الطفل نصاب وحرامي، ما تحملنيش اكتر من كده يا انور. اوعدك يا محمود لو كان الاختيار بين حياه الطفل وحياه فرح طبيعي ان انا اختار حياه فرح. بعد اذنكم. يا انا انت يا حسام الكلب. انا مش فاهم انت قلقان ليه يا محمود؟ اهدى شويه مش كده. الله يا راجل ما تعملش نفسك كده يحصل لك حاجه. لا هقابلك هناك، هقابلك في النيابه، انا في الطريق دلوقتي يا سيدي، هقابلك قبل ما ندخل وكله هيبقى تمام، ما تخافش. اهدى بس انت. ماشي يلا سلام. سلام حبيبي، مع السلامه. على مهلك يا ابني ما تموتناش. الارض دي سعادتك بعتها لاحمد قاسم وحسام المصري امتى يا محمود بيه؟ انا ما عنديش فكره عن موضوع البيع ده خالص. ازاي؟ العقود اهي قدامي كلها. انهي عقود؟ مش دي نبذة حضرتك على عقود بيع الارض لأحمد قاسم وحسام المصري؟ دي مش قمدتي. أنا يستحيل أبيع الأرض دي لأي حد لسبب بسيط جدا، لأنها مش ملكي، مش بإسمي. الأرض دي بإسم فرح بنتي. تقصد حضرتك إن العقود دي مزورة؟ طبعا مزوره. هو معقول ابيع حته ارض تمنها اكتر من 5 مليون جنيه لشويه عيال عايزين يدفعوا فيها 200 ولا 300 ألف اللي مكتوبين في الورق ده؟ محمود بيه حضرتك عارف ان فرح متهمه اولى في قضيه المخدرات. ايوه على حد علمي فرح كانت راكبه ورا احمد قاسم ساعه الحادثه. حضرتك اشتريت الارض دي من وزاره الاسكان مظبوط؟ ايوه انا كنت قدمت لوزاره الاسكان عشان كانت عرضها في مزاد، عشان كان في قضيه قديمه كان حصل فيها رشوه. القضيه القديمه دي سعادتك تبقى بتاعه المهندس صلاح قاسم والد احمد قاسم اللي فرح بنت سعادتك كانت راكبه وراه. انا ما اعرفش علاقه فرح باحمد قاسم، ولا اعرف ان والده طرف في موضوع قضيه الارض. اللي اعرفه قلته، الشباب دول مزورين. بس كده قلبي كان حاسس انها مش هتتنيل تتهد. اتفضل يا سيدي، وصلت للعرفي، متجوزه الواد عرفي. الورقه دي جات لك ازاي؟ الحيوان اللي اسمه حسام بعتها لي هنا امبارح بالليل، وطبعا قافل تليفونه ومستني يتخرجوا من النيابه وهيقعد لنا بقى. ولا يقعد لنا ولا حاجه. النائب العام هيبص في الورق بعد بكره، ولو اتحولت لقضيه
الواد ده مش هنشوفه تاني خالص. طب وفرح؟ فرح نعملها شهادة علاج ونسفرها. مش عايزك تقلق نفسك بيها خالص. تصدق هو ده السبب اللي كان عايز يقابلني علشانه، عايز يساومني، خايف لقتله بجبان. جايز. أنا هحتفظ بالصورة ديت، عايز أعرف مين حررها. الله، الشهادة دي معمولة من 3 شهور، معنى كده إن اللي لبطناها ده يبقى ابن حسام. وبعدين يا عبد الرحيم، الولد ده عايز أخلص منه، يطلع ورايا ورايا. أنا قلت لك من الأول، كلمه وشوف عايز منك إيه. لما يظهر يبقى نشوف. سوري يا فندم. خير يا شيرين، في حاجة؟ في واحد عايز يقابل حضرتك بره، بيقول إن هو جاي من طرف الورق العرفي. طب خليه يدخل. اوكي. مش عارف ولا ماشي. مش عايز حد يدخل علينا. اوكي. انا مش منبه عليك ما تجيش هنا. كان لازم اطمن الا ما لوش لي بنفسي. هي دي بس اللي لقيتها معاك؟ يا باشا. الورا العرفي. هتستعبط يلا. الاصل فين؟ في الحفظ والسوق. وباذن واحد قاعد هسلمه لك اول ما اقبض تمن راس حسام. لا ناصح. انت فاكر ان انا معرفش اقلبك واطلعها؟ لو قول لي يا مودي. انت عايز يلا تلعب على محمود الترابيلي؟ انت عبيط يلا ولا بتستهبل؟ الله لا عبيط ولا بستهبل. بس انا بسلم بيزنس يا باشا. بيزنس؟ وايه اللي بزنسه بقى ده هيتعصرك يا جوز النسوان؟ مقبولة منك. ركز معايا يا باشا. حسام المصري عليه قضية تودي ورا الشمس. وفرح هانم المدام سرقت اتلطت في الحادثة وراح مداسم على الموتوسيكل. يعني يا عيني الغلبانة ممكن وهي على السرير في المستشفى تلبس اسود ومن الغالي كمان. ونقعد انا وانت نتفرج على محمود بيه وهو لايز مش عارف يطلعها بره. لا ده انت مذاكر كمان. دي الميزة يا باشا. اسمع يالا، انا زي ما طلعتك قبل كده من اوضه كتيره اعرف البسك غيرها يا اخويا. بس انت عاجبني دخلتك وتبرد كده وصايع مش فارقه معاك العلقه اللي خدتها من ابن مراتك. ولا في حد تاني علم عليه غير حسام؟ عايز كده كلك نظر يا باشا. راس فرحانه من الغالي يا بنت الغالي تسوى كام عندك؟ انا عشان انت حبيبي بس مش هدوخك. انا عايز مليون. مليون؟ مليون ايه يا مود؟ مليون ايه يا حبيبي؟ هو كله ماسك في المليون ولا ايه؟ بقول لك ايه، سيبك من موضوع الفلوس دلوقتي وقول لي حسام فين؟ عندي في المخزن في سقارة. حلو قوي. انا عايزه يفضل في المخزن شويه. وموضوع الفلوس ده بقى انا اللي هديهم لك، مالكش دعوه بمحمود. لو زرجنت بقى على المليون عندي في درج مكتبي كل ورقك وملفاتك، اطلعهم لك يا حبيبي ورقه ورقه، وتلاقي نفسك بلبوس قدام العالم كله. انت فاهم؟ الورقه تكون على مكتبي بكره الصبح، ومالكش دعوه ولا بمحمود ولا ببنته. فهمني مش كده؟ فاهم يا باشا. بس هفهم اكتر وقت الفلوس. خد الباب وراك يا امور. الامور هياخد الباب وراك. سلام يا باشا. لا انت عبيط ولا مستهبل ولا ايه؟ والله الواحد ما فاهم حاجه. اتفضل يا باشا. حلو قوي قوي قوي.
اخبار حسام ايه؟ للاسف فك امبارح. فك يعني ايه؟ راح فين وازاي؟ هرب، هرب من مقصد صبارة. اوعى يكون عارف مين اللي بعتك ورايا يا فالح. يعرف منين بس يا باشا؟ وحتى لو عرف انا كده كده ناوي افك واسيب البلد دي. لا مؤاخذه بعد ما اخد الفلوس هطلع على تايلاند. تايلاند؟ راح تعمل ايه في تايلاند؟ تفسح امه المره دي؟ لا امه ايه؟ كفايه عليها قوي كده. انا خليتها تكتب لي الشقه باسمي. انت عيل زباله. تلميذك يا باشا، ما احنا لازم نمشي الامور. بس خد بالك لو عارف مش هيرحمك. لو خد ده حقك في كل اللي انت عملته. بس ده شكله مش اللي احنا اتفقنا عليه. انت فاكرني اهبل يالا؟ هديك مليون جنيه في حته ورقه؟ اتجننت؟ الله الله الله، خد الفلوس واتكل على الله احمد ربنا، بدل والله اجيبك من قفاك حتى لو كنت في سنغافوره. يلا يا ابني اتكل على الله. ما دام فيها قفاك يبقى ماشي يا باشا. بس بقول لك ايه؟ افتكرها. حاضر هفتكرها. يبقى خد الباب وراك. سلام يا باشا. سلام يا حبيبي. معايا يا شيري؟ عندي مواعيد النهارده. لا 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 اجليه، عندي مشوار مهم. مين اللي اتصل؟ ايه؟ اتصل امتى ده؟ طب بقول لك ايه؟ مش عايزك تفتح بقك بكلمه واحده، انت فاهمه؟ يلا فيري سلام. النكد اللي على الصبح ده. صباح الخير، زي المزاج؟ اتفضل اقعد يا عبد الرحيم. خير؟ انت تعرف واحد اسمه محمد رجب وبيقولوا له مودي؟ ده عمه عبد الفتاح رجب بتاع الاسمنت. واد صايع وبتاع مشاكل، كل شهرين ثلاثة يجي بجنحة. عمه وعيلته كلها مش طايقينه. وخليته يخطف حسام، مش كده؟ ليه عملت كده يا عبد الرحيم؟ ما أنت ما رضيتش تقابله من الأول يا محمود، وبعدين خفت اللي يكون معاه حاجة ويهددنا بيها. وبعدين أنت مش من الأول عايز تخلص منه؟ زعلان ليه بقى؟ زعلان؟ زعلان أنت عشان هتوديني في داهية وهتودي فرح في داهية. اللي اسمه مودي ده سرق العقد العرفي وبيهددني بيه يا عبد الرحيم. بتضحك على ايه؟ ايه ده؟ زعلان على العقد يا محمود؟ ولا تزعل نفسك. هقول لك العقد بتاعك اهو. مودي ده صرصاره في عصب برجلي. وفرح بنتي يا محمود، مش ممكن اعمل حاجه تاذيها ابدا. قلتليش من الأول ليه يا عبد الرحيم؟ قلتليش يعني من الأول ليه؟ يعني أنت كنت في إيه ولا في إيه؟ بس أنا مش عارف، أنت عرفت الكلام ده إزاي؟ حسام جاني إمبارح هنا الليل. ما تتكلم يا ابني، مين سمح لك بالدخول؟ أنا مش فاهم. إهدى محمود بيه، إهدى. ما أنت لو سمعتني وعرفت أنا جاي ليه، مش تعمل كل ده، اسمعني. اتفضل، اتفضل. اتفضل. كده برضه يا باشا، هي دي اخرتها؟ عايز تموتني؟ تموت جوز بنتك وتخلي الكلب اللي اسمه مودي ده يخطفني عنده في الاسطبل. مودي مين يا ابني؟ انت شكلك ما تعرفش. يبقى القناوي اكيد هو اللي يعرف. ما مودي خد العقد بتاعنا وفرح وادالي القناوي. بقول لك ايه؟ ما تلعبش عليا، انا بقول لك اهو. العقد اللي بعت لي صورته لو ما طلعتش بالاصل بتاعه انا فعلا هدفنك بالحياة. يا باشا الأصل بتاعه مع مودي. مودي لما خد من الأصل ادالي القناوي وقال إن هو هيساومك عليه، لو أنت ما دفعتش القناوي هو اللي هيدفع. عارف كل ده ليه يا باشا؟ عشان أنت ما رضيتش تقابلني من الأول، مع إني كنت هقول لك والله. أنا كنت ناوي أقول لك إن هو فرح متجوزين. نيلته إمتى؟ يعني من كام شهر كده. طيب عايز إيه يا حسام؟ طلباتك إيه؟ لا يا باشا انا ماليش طلبات، انا تمام ومرضي قوي. بتهيألي انت بقى يعني طالما عرفت حاجتك فين ومع مين تتصرف وتجيبها. المهم ان فرح ما يحصلهاش حاجه بسببي.
ما يحصل لك حاجة. أمال اللي حصل لها ده إيه؟ أنت ما شفتهاش؟ يا باشا أنا مالي؟ هي كانت راكبة ورا أحمد قاسم، خدها من ورايا عشان ينزلها على مصر. والمخدرات اللي في دمها هو اللي إداها لها برضه؟ أمال أنت اتجوزتها ليه؟ عشان أحمد قاسم برضه؟ باشا أنا ما أعرفش حاجة عن موضوع المخدرات. لا مخدرات أحمد قاسم ولا المخدرات بتاعت فرح. أمال مين اللي يعرف؟ القناوي ولا موجي برضه؟ والله يا باشا انا مش عارف، بس انا حقي هجيبه، يعني هجيبه. انا مش ممكن اسيب فرح مراتي وابني، ابني اللي انا لسه ما شفتوش. انت عرفت؟ عارف يا حسام يا مصري، لو طلعت بتكذب عليا انت هتتمنى لو كنت موتتك من الاول. بلاش شغل التلات ورقات ده معايا، قول لي من الاخر انت عايز ايه. اوعى تفهمني انك خايف على فرح. انا عايز الكم يا باشا. ايه رايك؟ رايي ان هو ذهب الوصايع، بس سيبك منه، خليه يدور يمكن يلاقي حاجه تنفعنا، وفي النهايه هو كده كده لابسها. انت كنت تعرف ان موجي جوز امه؟ طبعا. وانه بتاع مخدرات وكان مصاحب احمد قاسم لحد قبل ما يموت؟ لا دي بقى ما اعرفهاش. ايوه انت في حاجات كتير ما تعرفهاش، وعشان كده لازم ادور على حد تاني غيرك. انت هتغرقني مش هتطلعني من البحر. يعني ايه يا محمود؟ يعني ايه حد غيري يهون عليك العشره برضو اللي بينا؟ وبعدين انا بعمل كل ده ليه؟ مش عارف، انت اللي هتعرف. ولا اقول لك، كله حيبان، كله حيبان. فضلك ثانيه واحده يا عروسه. في ايه؟ ما تخافيش، انا جاي عايز الاستاذ في كلمتين. ده الاستاذ حبيبي من زمان، ما تقول لها حاجه. خلاص يا شيري روح انت. ايه يا حسام؟ هو في كلام بيني وبينك بالطريقة دي؟ يا باشا في بعد ما خطفتني. خطفتك؟ مش مكسوف والنبي؟ انت فاكر يا حسام ان انا هبيع محمود الترابيلي علشان واحد زيك؟ اتجننت انت ولا ايه؟ انت عارف مين محمود الترابيلي ده؟ بالنسبة لمحمود الترابيلي اعرفه كويس قوي. وبعدين انت خبيت عليا انك متجوز فرح وعرفي يا رم، عشان عارف ان انت كنت هتعمل حاجات كتير قوي بالورقه دي. لا يا حبيبي، انت عملت كده عشان عارف ان محمود هيقف قدامك في القضيه بتاعه الارض ويثبت ان الورق مزور، وتلاقي نفسك قاعد قدام قضيه تزوير. والله انا عملت كده عشان فرح. نيجي بقى للموضوع المهم، فرح الترابيلي. شوف يا حسام، انا هصدقك وقول انك كنت بتحبها، وانك اتجوزتها عرفي علشان عارف ومتاكد ان ابوها مش هيوافق بالجوازه ديت. بس انا هسالك سؤال، لو كان الارض مش بتاعتها كنت برضو اتجوزتها؟ شوف بقى انك طلعت مش الملاك الطاهر. والله انا عملت كده كمان عشان اوقف احمد قاسم. ايه موضوع احمد قاسم ده راخر؟ انا اقول لك ايه موضوع احمد قاسم. احمد قاسم كان عايز يرجع فرح لابوها ويفضحه في كل حته ويقول عليه حرامي. يرضيك يقول كده على حماية غلط؟ لا لا ما يرضينيش، وعشان كده اتخانقت معاه مش كده؟ لا اتخانقت معاه على موضوع الكوكايين، مودي واحمد قاسم. الكوكايين بتاعكم؟ بتاع مين يا لفوق؟ اصحى شوف انت بتكلم مين. الظاهر انت ما تعرفش حاجه عشان ما تستعبطش. استعبط ليه؟ انا اروح بقى لمحمود الترابيلي واقول له على كل حاجه، واقول له انتوا طبخنا كلكم مع بعض. لا يظهر ان مودي ضربك على دماغك وواضح انك اتجننت. لا مودي ضربني على دماغي فوقني. عايز فلوس؟ عايز ارض؟
قول لي انت عايز ايه علشان اعرف انا بكلم مين وليه، بدل ما انت عمال تقول كده كلام ملوش لازمه. عايز الكامب يا باشا، عايز الكامب. ازاي الكامب باسم فرح وفرح مراتي؟ ابوها قطع الورقه قدامي. فرح بقى استناها لما تفوق وحليني على ما تفتكرك. بس افتكرتك من اصل بمخها اللي عمالين يقصوا ويلزقوا فيه. شفت بقى انك قدام طريق مسدود، بس انا برضو ممكن اطلعك مني. اصل انا بحبك يا حسين. وانا يا اخي مش عايز منك حاجه، وبرضه اروح لمحمود طرابيلي وهقول له على كل حاجه. شوف يا حسين، انت لو خرجت من هنا انا بأكد لك انك مش شطول حاجه، لا مني ولا من محمود الطرابيلي. خلاص بقى نصيبي كده سيبها على الله. طالما مش طول منك حاجة ولا من محمود الطرابيلي يبقى اتفق معاه هو أحسن، هو أضمن. صح، هو أضمن. يلا بالتوفيق يا حبيبي. حبيبي يا أستاذ، على اسمك. مع السلامة. خد الباب في إيدك والنبي يا حسام. لا طبعا الكلام ده ما حصلش. أنور سمعهم في المجلس. اسمعهم زي ما هو عايز، وياما بيتكلموا في المجلس، ما كل كام سنة يطلعوا لنا في مواضيع شكل. لا المرة دي مختلفة. أنا جه اسمي مع الولاد في الجرايد، وأنت فاهم طبعًا كل واحد هيطلع لنا بطلعة شكل، وأنا مش حمل بعد العمر ده كله أضحي بشقاية في أرض شرم الشيخ. أنا اللي بنيت الأرض دي وكل الناس عارفة مين اللي إداها لي. يا محمود ما أنا بقول لك من الأول، الراجل الكبير مش ممكن يبيعك، ده كل يوم والتاني عندك يا راجل. يا عبد الرحيم أنا حاسس إن في مؤامرة بتحصل، بس أنا لسه مش فاهمها. تقصد مين؟ نشأة نصر والشلة الزبالة بتاعته الحرامية ولاد الكلب. بس 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 ما تفضلش تخبط فيه، إحنا مش ناقصين ولا آخر. أنا مش فاهم الراجل ده إيه؟ كل ما يفتح بقه يهلب قد كده. أرض 6 أكتوبر وأرض الوادي الجديد وعمال يعلي في سعر الارض حوالين منه، هو في ايه؟ انا هنزل لهم المجلس بكره. اهدى يا محمود اهدى، وعايزين نتكلم كلام مفهوم. هلا اولا تخبيطك في نشأة مش هيجيب نتيجه ومش هيجيب غير وجع الدماغ. ثانيا انت حيلا في المجلس بس، انما هو في المجلس وعنده اجتماعات وتشريفات، وانت عارف بقى زن على الودان امر من السحر، بيتكلم كتير. انت عايز نصيحتي؟ تطلع على الراجل الكبير على طول، ولو ما جابش نتيجه بقى يبقى عليا وعلى اعدادي. انا مش عارف، مش عارف الاقيها منين ولا منين. في ايه تاني؟ في شويه عيال بلطجيه نزلوا عندي في ارض المنصوريه. ايوه كانوا بيضربوا نار وعاملين مشاكل. بقول لك ايه، انت فاكر العيال البلطجية اللي كانوا بينجدوا الانتخابات في دوائر اللبش؟ ايوه دول تبع الواد محبوح. ايوه محبوح. سكتهم منين دول؟ ما تشغلش بالك انا هتصرف اجيبهم لك، بس انا مش عايز انجر في كلام فارغ مع شوية بلطجية. بقول لك ايه، كلمني الواد الصايع اللي اسمه مودي ده، مش كان عايز يسرقني لهبل؟ أنا بقى هعلمه البيزنس الصح. لا 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 سيبك منه، الواد ده الواد ده صايع بتاع مشاكل. إيه ده؟ عرفنا، أنا هتصرف لك من ناحية تانية. أنت خايف يا عبد الرحيم؟ تصدق أول مرة أشوفك بالشكل ده؟ أنا مش خايف يا محمود، ولو هخاف هخاف عليك. سلام عليك يا عبد الرحيم. قافل الموبايل. أنت ليه سكران ولا مرمي في أي حتة؟ خلاص مدام كده انا هستنى منك تليفون تقول لي هيعمل ايه. انت ماشي، ما تستنى نشرب حاجه ولا اقول لك نروح نتعشى مع بعض؟ لا 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 والله لا لا مش النهارده، انا عايز انام مستريح في البيت عشان الجلسه بتاع بكره. ايوه شد حيلك. السلام، ان شاء الله ربنا يوفقك. باي باي. يلا مع السلامه حبيبي. مع السلامه. ايه يا جابر مالك؟ شكلك مش عاجبني. ليلى ابتدت تعرف الحقيقة. ايه يعني؟
ما هي لازم تعرف الحقيقة. بس مش كده، أنا حاسس إن أنا خنتها. خنت البنت اللي أبوها استأمني عليها. إيه يا جابر؟ أنت هتعيط لي ولا إيه؟ إذا كان أخوها عايز يبيع. الله، وبعدين مين قال لك يا أخي إنها هتطلع من المولد بلا حمص؟ دي هتاخد حقها تالت ومتلت. عيلة الجمل دول ناس 100% يعني هيعرفوا يدوروا شغلها صح. طب إشمعنى هي؟ ما في مليون حد غيرها. ومين قال لك إن المليون حد غيرها دول مش معاهم يا فالح؟ بس ده حقها ابراهيم بيه. هتاخده يا حبيبي، حقها هتاخده، بس احنا كمان بقى لازم ناخد حقنا. اه الدنيا بتتطور، وبعدين اللي مش قد الشيله يجيب حد يشيل معاه. طب والعمل؟ مفيش عمل. هتبيع؟ هتبيع. انت بس تكلم شوقي بيه وتقول له الموضوع خلص وهو هتصرف. امر الله. سلام يا زهر. سلام يا سلام يا ابراهيم بيه. مع السلامه. شد حيلك كده. ها ايه العالم الخير عادي؟ ازيك يا محمود؟ الحمد لله. طمني، فرح عامله ايه دلوقتي؟ بيقولوا حالتها مستقره ومستنيينها تفوق. ايه ده؟ مالك؟ وشك مخطوف كده ليه؟ محمد رجب مودي اللي كنت بتسألني عنه لو مقتول امبارح بالليل. مقتول؟ ومش كل قتله؟ لا ابدا، بس قالوا حالتهم صعبه قوي. لا حول ولا قوه الا بالله. اعمل فضلك. لا حول ولا قوه الا بالله. أنا سمعت إنك حضرت الجلسة. أيوه حضرت، ورديت على نشأت بكل صراحة. كان لازم حد يرد عليه بصراحة. كلمت الراجل الكبير زي ما اتفقنا؟ أيوه قابلته، بس قال لي حاجة مش فاهمها. قال لي قابل نشأت وأخش معاه في الشركة. نشأت نصر الدين شكله داخل معاهم بالجامد قوي. والله دي مشكلتهم هم مش مشكلتي انا. انا لا يمكن اوافق على الكلام ده. يعني هتقول لا؟ انت عارف هم ممكن يعملوا فيك فيها يا محمود؟ خد بالك، ممكن يمسكوك بقى من ايدك اللي بتوجعك ومن اين لك هذا وبتاع والكلام الفاضي ده. يعملوا اللي هم عايزينه. انا كل ما بشوف فرح قدامي وهي في الحالة دي بقولها أنا بقالي إيه أعيش علشانه؟ مفيش يا عبد الرحيم، مفيش حاجة. شوف يا محمود، أنا عايزك تتأكد إن أنا مش ممكن أسيبك بأي حال من الأحوال، بس عايز أديك نصيحة. عشان ترد لازم تجهز الرد، لأنهم بيجهزوا رد الرد. يا عبد الرحيم، اللي هم عايزينه هيعملوه. أنا مستني بس اللعبة دي هتوصل لفين، وأنا مستني للآخر. استنى محمود يا أخوي، استنى. هذا وبعد الاعتراف المسجل أمامكم يا سيادة الرئيس، والثقة الكاملة في عدالة المحكمة كما وقعت علينا بهذا الاعتراف عدالة السماء، فإني ألتمس من هيئة المحكمة أن تعيد النظر في الاتهام الموجه لموكلي. شكرا يا رئيس. يا محمود، التوقيع اللي في الورق ده توقيعك؟ أيوة يا سيادة الرئيس. والكلام ده ما قلتوش قبل كده ليه؟ اشمعنى جاي تقوله دلوقتي؟ عشان ضميري فاق يا سيادة الرئيس، ما كنتش قادر انام وانا عندي احساس اني بتهم ناس بالظلم. طب اتفضل يا محمود. يا سيادة المستشار، اذا ثبت ان المتهم اتعرض الى اي ضغط او اكراه انت عارف الاجراء بيكون ايه. ضغط ايه يا ريس؟ ما هو قدامك وقدامنا كلنا اهو، واذا كان عند حضرتك حاجه اساله. عايز تقول حاجه يا استاذ محمود؟ كله الا الظلم يا سياده الريس. لا يا سياده الريس، انا لا تعرضت لضغط ولا اضطهاد ولا اي حاجه، والكلام اللي بقوله لسيادتك ده حقيقي ودي اوالي. يا استاذ طارق، تحب تعقب باي كلام في الموقف ده؟
بعد اذنك يا سياده الرئيس. بعد اذنك. انا موافق على كلام الاستاذ محمود. الاستاذ محمود مش قادر ينام ولا يرتاح. طب وهينام ويرتاح ازاي؟ هو في باله هم بيته وهم عياله وفلوس المواصلات واجره الدرس وتمن رغيف العيش. انما ازاي يا سياده الرئيس؟ هو في جيبه 1000 ايد. ايد بتسرق وايد بتنهب وايد عايزه مصلحه وايد بتخطف. وفي وسط الايادي ده يا سياده الرئيس مفيش ايد بتطبطب ولا ايد بتريح. انما ازاي يا سياده الرئيس؟ هو مش قادر يبص في وش عياله. ولا عياله قادره تبص في وشه. يا سياده الرئيس لو الاستاذ محمود سرق فعلا تبقى الفلوس فين؟ الفلوس فين يا عم محمود؟ انا اقول لكم الفلوس فين؟ الفلوس تحت المخده تحت المراتب. مخدات ومراتب الصنهور يا سياده الرئيس اللي حشوها فلوس من شقنا ومن تعبنا. يا سياده الرئيس بعد اذنك يا ريت الاستاذ طارق يقول كلام له علاقه بالقضيه. انا فايت محكمه يا استاذ طارق مش في الشارع اللي بتقف تجعجع فيه وفاكر انك هتتحايل على القانون بوقفتك دي. استاذ طارق بعد اذنك لو عندك كلام يفيد في موضوع القضيه قوله. انما يا اهلا يا محبوح. طلع دي بقى يا باشا لو اتكشفت هيروح فيها رقبه مين؟ خايف ولا ايه يا محبوح؟ مش مساله خوف يا باشا ولا حاجه، بس سيادتك خليك مكاني يعني. رياضك يا وركه يا ابني على ما انا وشي ليه في ايه؟ يا رئيس العنف ده انا مش قدك. لمؤاخذه يا ريس انت من ساعه ما كلفتني بالمأموريه دي وانا شايف عربيات خارجه وعربيات فخمه. يا لحظة فيه لمؤاخذه احنا معاهم ناس كمان ايه؟ يافت قوي يا باشا. خلاص اتخرس. غلطان انا يا ريس؟ غلطان انا يا ريس؟ غلطان انا يا ريس؟ بس انا صايد راسي تقيله عشان صحابنا يتعلم لما يجي له المرسال ما يتكلمش كتير. مش بس المرسال يا عبد الرحيم، انما لما يحب يسال ما يسالش ورا لحم كتافه من خيرهم. اه ما هو اتجنن انه بيسال على الباشا. مش بس الباشا يا عبد الرحيم، شريف بيه الجوهري بيدور ورا عيلة الجمل. محبوح خد الواد ده دخله الاسطبل، مش عايز حد يعطر في مكانه. خلي بالك رجالتك مفيش واحد منهم يفتح بقه، فاهم؟ حاضر يا ريس فاهم. يلا يا ابني نزل الواد ده. نهار اسود، ده ابن ظابط شريف. ظابط شريف؟ طب واحنا ايه موقفنا في حاجه زي دي؟ طالما الدنيا كده بقى يبقى خطف بخطف. تعال هذا كوركه. امور الولد بس كده كله تمام. رجل شوف ايه وامن نفسك. ايه يا اسطى؟ واقف قلب الطريق كده ليه؟ لا مؤاخذة شكلها كده البطارية وقعت ونامت. بقول لك ايه؟ اقف مكانك وما تزعلنيش منك. ها؟ الله. ايه يا ابني ما تخلص عشان نشوف اكل عيشنا؟ في ايه؟ اخلص. ايه يا اسطى في ايه؟ يبقى سلمنا على امك يا محبوح. شيلوا مالك يا ورك؟ شيل مين؟ اشيل الناس دي كلها. اخلص انا بني ادم جنبهم. وانا اللي كهربته. اخلص يا يا استاذ طارق. يا استاذ طارق المباحث كده خدت داليا وانا قلت مش هقدر اعمل اي حاجه لغايه ما حضرتك تيجي. انت بتقول ايه؟ الله الله الله، ايه اللي حصل يا متر؟ ايه اللي بهدل المكتب كده؟ ايه؟ مش عارف. معقولة مش عارف؟ انت خدام الباشا. بيعجبني أداءك يا طارق. تلميذي حبيبي.
انت عارف لو بعد كل ده ما كنتش وصلت لحاجة انا اللي كنت زعلت منك. بس لعلمك بقى الفكرة لا فيا ولا في الباشا، انا بشتغل اللي عايزني اشتغل وانت عارف. الفكرة انه واضح ان الصوت العالي عجبك وبقيت عايز تعمل وقفة ورا التانية وتلم الشارع حواليك. طب وبعدين؟ اخرتها ايه يا ترى؟ اخرتها؟ اخرتها هتشوف بعينك يا استاذ. هنروح بعيد ليه؟ كلها يوم ولا اتنين وهتخلص. هتخلص على دماغك يا ولد. مظاهرة ايه اللي عايز تعملها على الفيسبوك دي؟ عايز تلم الناس اللي عايشين ومتهنيين و100 فل و10 وتدخلهم معاك على الفيسبوك؟ انت اتجننت؟ ناس ايه؟ ناس ايه اللي عايشين ومتهنيين؟ الناس دول لولا انكم منيمينهم ومخدرينهم كان زمانهم دلوقتي اول ناس، اول ناس ينزلوا الشارع. الله 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 الله، ايه عقل يا طارق؟ مخدرين ايه وبتاع ايه؟ انت عايز تلبسنا تهمه ولا ايه؟ لا اطمن يا استاذ، انت كده كده لابس لابس. والفيسبوك اللي مش عاجبك ده عليه فيديو، والفيديو ده فيه اعتراف، اعتراف بحبوح عليك وعلى شوقي حسين. بحبوح مين يا انا واعتراف ايه؟ اعقل يا استاذ. انت مش كنت هناك؟ مش كنت هناك وهم بيخطفوا ابن الضابط شريف؟ مش كنت هناك عشان تطمن الباشا وابوه؟ ايه؟ شفت بقى؟ شفت الفيسبوك كده بيعمل شغل ازاي؟ طيب خلاص يا طروق، ما دام بتحب قوي لعبه القط والفار يبقى ما فيش قدامي غير سكرتيرتك الاموره ال مادموزيل داليا. ولا هي مدام؟ بقول لك ايه؟ ما تجيبش اسمها على لسانك. تبقى مدام. وديتها فين؟ انت وديتها مش فين؟ مش انا يا طارق. فوق. مش انا يا حبيبي. حبايبك. حبايبك اللي ما بيحبوش الصوت العالي. حبايبك اللي لميتك قبل كده من ملفاتهم. اصحى. مع ذلك يا طارق. باجي اقف قدامك. ما بقدرش يا طروق، بتصعب عليا والله، انت تلميذي حبيبي. وانا برضو ما يخلصنيش زعلك، اقول لك انا هطلعها لك يا طروق. اوعدك النهارده تكون نايمه في بيتها. بس على شرط. من الاخر. عايز ايه؟ ايوه. اسمعني كويس بقى وفتح دماغك. عايزك تشيل كل اللي على النت. كل حاجه. فيسبوك ولا فيديو احمد قاسم ولا بحبوح ولا الكلام الفاضي بتاعك دوت. وتلغي الزيطه اللي انت عايز تعملها دي. ياه. دول قلقانين بقى. قلقانين على الاخر. وانا اقول ساكتين ليه؟ عن جهيه منهم. ايه يا استاذ؟ هما خايفين ولا ايه؟ خايفين بجد؟ خليهم يخافوا. الحكومة ما بتخافش يا طارق. الحكومة بتخوف بس. اصحى. الناس مالية الشوارع ومحوطين المبنى يا فندم. اتكلم الأمن، شوف طريق نخرج بيها من هنا. أوامر معاليك. هدي نفسك يا فندم، دي كلها جعجعه على الفاضي. جعجعه؟ دول اتلموا قناوي، اتلموا مش هتفض غير القوه. وايه الجديد بس يا فندم؟ ما القوه دايما هي اللي بتفض. وبعدين احنا معانا الكارت التاني. مش دلوقتي، لما يجي التليفون الاول وبعد كده ناخد قرار في الموضوع ده. مش فاهم والله سعادتك هم مستنيين ايه؟ بلطجيه البلد كلها بتاعتنا ونفتح عليهم المساجين ودول على دول ينزلوا الشوارع. شايفهم حضرتك دلوقتي هيبقوا زي الكتاكيت ويجروا ونقول لهم في الاخر بيتك بيتك. اه ونحتاس احنا بعد كده عشان نلمهم. يا فندم مش احسن ما نحتاس في لم كل الملايين دي؟ الو؟ اه يا فندم. كمان قد ايه؟ انا بقول يا فندم استنى شويه على القرار زي ده. انا اسف يا فندم. تحت امرك. خير معلم، في اخبار من فوق؟ ما عليك يا بقى، خلاص الحكومة كلها هتنحل. ليه؟ الحكومة كلها؟ أيوه، عشان كده هنتباهى، عايزين يحطونا في وش المدفع والناس. كده الوضع في منتهى الخطورة.
لازم حضرتك تعمل اتصالاتك علشان على الاقل تلحق تتصرف. كده ممكن يبقى فيه تحقيق ونيابه. نيابه؟ احنا هنروح نيابه يا ابراهيم، هنروح كلنا. انا مش هسكت ومحدش هيسكت يا فندم. انا ما اقصدش، انا اقصد ان ده ممكن يحصل. شفت احمد قاسم؟ مش قلت لك ما بيموتش يا ابن اللذين، مش عاوز يموت. انت بتعمل ايه هنا؟ بنفكر يا باشا، بنشوف هنعمل ايه. تشوف ايه؟ انت تلم بعضك دلوقتي انت ورجالتك، تنزل تصوت وتصرخ وتقول تعيش الحكومه. لو في مليون واحد في الشارع لسه في 80 في بيوته. يلا تحت امرك يا باشا، بعد اذن عليك انزل اصوت واصرخ، بس الحل التاني معانا يا فندم. حل الوزارات كلها وحماش الحكومه. حلو قوي. ليه مش شنطتك يا بابا؟ احنا لازم نمشي من هنا. نمشي نروح فين؟ لازم نشوف لحد ما ودنا. خلاص انا ظبطت كل حاجه. اول ما الدنيا تلاقي الشوارع هتولع وكل الورق هيتحرق، بما فيهم مكتبك هنا اهو والحزب. ايه؟ انت جننت؟ اذا ما جالك تليفون برضه، في تليفون جالي بس من دفعتي اللي من سني كده، مش ناقص الا فرح الترابيلي. لازم تسكت خالص، هي والعيل في بطنها. انا هتحرك. رايح على فين؟ هستخبى شويه لغايه ما يجي معايا طيارتي. انا مش طالع من القاهره، بس حضرتك هتطلع من هنا. اشوف وشك بخير يا بابا.